من ضمن الأسئلة، لو أنا معايا الأيلتس بدرجة 8، طبعا درجة كبيرة، هل منفع إن أنا كده هتقبل في البنك التجاري الدولي؟ الإجابة طبعا تفتكروا إيه؟ ملهاش ليها أي دعوة خالص، مع احترام طبعا الأيلتس دي لو أنت مهتم بمجال التدريس باللغة الإنجليزية أو إنك تكون مدرس لغة إنجليزية هتساعدك، لو أنت عاوز منحة هتساعدك، ولكن في التقديم في البنوك أنت صحيح أول حاجة هيعملوها لك انجلش تيست أو اختبار لغة إنجليزية، ساعتها طبعا أنت جايب 8 هتكسر الدنيا وتجيب أعلى حاجة، لكن في حاجات كتيرة تانية هيعملوها لك، في اختبارات اي كيو، في احيانا هيعملوا لك انترفيوهات وهيبقى عاوزين شخصيه وعارفين تعرف تتكلم، وكمان حاجات كتيره جدا هتعمل فرق في هذا الموضوع. فانت ممكن ماشي هتعدي دي، وفي زمالك كتير هيعدوا اختبار اللغه الانجليزيه، لكن ماذا بعد؟ فده مش هيدي لك يعني ادفانس او هيدي لك اي اضافه، كويس وكل حاجه، ولكن يعني انت هتقولها في الانترفيو انا الايلتس بتاعت 8، ولكن تمام كويس بتعرف تتكلم، بس خلي بالك دي مش اللي هي الواو قوي اللي هتخلي الناس تفتح لك كل حاجه، ولو انت ركزت عليها في الانترفيو تبقى مشكله، لان انت بتركز على حاجه ملهاش اهميه كبيره في ديفيجن بانك.